احد الديفينيشنز المهمه جدا في الجزء بتاع الثيرمال راديشن هو الديفينيشن بتاع البلاك بودي. بلاك بودي هو عباره عن substance that has so many closely spaced levels that it absorbs every photon that it strikes it. اوكي، يعني لو انا عندي، انا كنت بتكلم قبل كده ان انا لما بيكون عندي فوتون لازم، او عشان اعمل ترانزيشن لازم الفوتون ده يبقى بالظبط قد الترانزيشن اللي انا عايز اعمله عشان يحصل انتراكشن. اوكي، هنا بقى بتكلم على يعني سبستنس فيها كل الليفلز الممكنه، بحيث ان اي فوتون هيجي لها هتمتصه على طول، وعشان كده ات ابيرز بلاك. طبعا ده ايدياليزيشن، ما هوش براكتيكال، بس الحاجه اللي احنا بنعملها لو احنا عايزين نعمل تجربه، عايزين نعمل ابروكسيميشن للبلاك بودي، بنعمله ككافيتي بالمنظر ده كده. يعني نحط مثلا عباره عن حاجه شكلها عباره عن صندوق كده، وفي خرم، في بس ثقب صغير قوي، فاي ويف هتخش جواه، يعني طبعا بيبقى جواه بلاك. اوكي، فبيحصل مالتيبل انتراكشن، بيبقى فيري انلايكلي ان يحصل من هنا ان في واحد من الفوتونز يطلع بره تاني، فبيبقى ابروكسيميشن مش بطال للبلاك بودي.